منه. فيما ان القانون العميق في الدوله بيحمي الطبيب اصلا بمزايا كتير منخفضه للدرجه الادنى الى فوق مقاضاه النهايه. اذا الميزه اللي كانت موجوده في القانون العميق انتوا كده بتغزوا الطبيب مش بتخدموه، انتوا كده بتضيعوا الميزه دي منه. فريد حضرتك توضح الجزئيه دي عشان لو في كلام انا مش فاهمه والحضرتك برضه يفهمه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وده الاهم، يعني انا رايي ان اهم شيء نناقشه في هذه الجمعيه العموميه يمكن اهم من كده موضوع انتخابات النقابه. 90% من الاطباء مع الجزء الكبير انتخابات بتنقص نقابه الاطباء في شهر اكتوبر، وتقريبا 99% من الاطباء ما يعرفوش ان الكافيه اللي معاهم دلوقتي بينتهي في 1 اكتوبر، يعني مش هينفع يدي صوت كبير في الانتخابات. وده نشر على موقع النقابه العامه من اسبوعين، جميع الكافيهات مع الاطباء بتنتهي في 1/10/2013. الانتخابات هتبقى في ثاني او ثالث جمعه في شهر 10، يعني مش هينفع يدوا صوته في الانتخابات بالكميه. فلازم نعرف الانتخابات التمرير النسبي في النقابه العامه والفرعيه ولا النقابه العامه بس. دي جزئيه، منطقه غرب الدلتا فين مقعدين؟ اتعمل لهم انتخابات ولا هنستنى بعد 4 سنين؟ كل هذه الامور يا ريت حضرتك توضحها دلوقتي، ما استفدتش من حضرتك في النقابه. شكرا. انا هقول لحضرتك هبتدي طيب هو بالنسبه للقانون 47 القوانين اذا تعارض نص قانوني في قانونين ياخذ القانون الاخير خلاص، وده كان شرط انه يكون في مثلا الطبيب هياخد كذا يعني هيوصل لو في المواد الانتقاليه، فمن باب ان انت تضمن اداء خدمه صحيه افضل وتنميه مهنيه مستدامه للطبيب ده هيكون حدث ليه واحسن للطبيب. انا عايز ابص يعني اكد على دي، لما يكون الطبيب ملزم بتنميه مهنيه مستدامه ده هيكون لمصلحته لانه هينعكس عليه في البرايفت، هيكون لمصلحته لانه مستواه هيزيد. فانا يعني مش شايف ان ما هو القانون قانون تم تغييره القانون فمش هيبقى ما هو لو طبيب مصر انه ما يبقاش في اي تنميه مهنيه مستدامه لا ما فيش اي اشتراطات على كده 100% دون تقييد مفيش تقييد مكتوب كده في التحكم كانه ضيف صغير يلا يلا قانون 47 ده هو اللي بيتكلم عليه ده بيتكلم على الدرجه الوظيفيه الدرجه الوظيفيه ما تتزادش لكن اللي احنا بنتكلم عليه الدرجه العلميه وان الدرجه العلميه فيها فعلا لازم تقنن وبالفعل الدرجه العلميه مظبوط واحد ما نجحش في الدرجه العلميه ازاي قال لك على الجهل هو كل الدول الاوروبيه فيها كل الدول بتعتمد يعني ازاي الطبيب على طول يتزام ودي حاجه مش هتزام حاجه. عايز ارد على الجزء الثاني عايز ارد على ما هو بديل هذا ان احنا نرتضي الوضع القائم اللي هو موجود لبعض الناس اللي هو في ناس معاها فلوس من 30 سنه فاحنا عايزين يكون في كادر الناس تاخد حقها لكن في نفس الوقت المستوى العلمي والخدمه الطبيه تبقى زايد واظن ده اهم قوي. أنا فهمت وجهة نظر حضرتك بس عايز أقول برضه على الجزء الثاني حضرتك أصبت مهمة جدا. إحنا عندنا إشكالية كبيرة في قاعدة مجالات النقابة العامة وعملنا مشروع لمجلس عندنا إشكالية كبيرة في قاعدة البيانات بتاعت النقابة العامة في مشكلة ظهرت بشكل كبير جدا الانتخابات الاخيره ان كان حد يكون مش مسجل في النقابه الفرعيه. دي كانت مشكله، فكان لابد ان كانت مجلس النقابه عامل اتعاطى مع هذه المشكله ومش بلاقي حل. فتم اقرار شيء جديد وهو ان يكون الكارنيه في النقابه الفرعيه بتاعته. والقانون بيقول ان النقابه العامه هي المسؤوله عن اصدار الكارنيه. فهيكون من طبعا الناس غلطت بشكل او باخر، احنا نتمنى ان 100% من الاطباء يجددوا كارنياتهم قبل قبل الانتخابات. لكن احنا مش لا يحق لنا كمجلس النقابه مش مع الانتخابات ان احنا نمنع حد مش معاه كارنيه. ليه؟ لان في شرطين في القانون للمشاركه في الانتخابات، تحقيق يعني تحقيق شخصيه ممكن تبقى شخصيه حضرتك، والحاجه الثانيه سداد اخر سنه ممكن يبقى باصرار سداد حضرتك سددته او بيان بالطلاع من اعضاء اللجنه الموظف بتاع القوه الفرعيه. ما فيش اي تعسير في مساله الانتخابات اللي فيه كلام
كتير معانا ده سهل. هو احنا ان شاء الله نغيره لكن هو مش سهل. يعني ممكن هتديني صلاحيته استخدامه في اي شيء 1/10 لكن علاقه الدم الانتخابات ليس لها علاقه. تمام. في بعض الاليات بقى اللي احنا بنتخذها حضرنا الجامعات كلها حضرنا المنعات التعليميه التامين الصحي كل الناس عايزين نبعت ابعاد وبياناتهم عشان نسجل الناس في الدوائر العامه. يعني هو بتصدر بيصدر من النقابه العامه لكن ممكن تيسيرات تتم في النقابات الفرعيه ان هو يغير مندوب من النقابه الفرعيه راضي يعمل حسابات النقابه العامه. تقدر تجيب حسابات على كل على 50% من كل المقاعد عدم التهديد واحد في الاثنين. بتعمل قرعه بينهم الاثنين اللي تحت يا اللي فوق واللي بيعمل هو اللي بيعمل. دكتور عبد الله يا ريت الجامعات دي بدل ما تبقى ثانويه شويه شويه سنتين. الناس بتغير بتغير تكليف بقى من مكان لمكان. وفي فكره كمان ان احنا ندخل تخصص وده التقدم بكل الوظائف وزاره الصحه والكافيات وكل حاجه بتتعمل جديد ده هيفيد الدكاتره. واحنا بنعمل نظام ميكانيك الناس اللي معاشات بقى ما تتفتش خلاص مقطعه معاش يبقى مقطعه خلاص ما تتفتش معاش خلاص احنا بنشكر على الجمعيه العموميه وحضورها وبنؤكد ان الانتخابات اللي جايه ان شاء الله دكتور هاني بيه دكتور هاني بنؤكد ان الانتخابات اللي جايه دي عدم تجديد الكارنيه الخاص بالنقابه غير معوض لحضور الانتخابات ان شاء الله. بنشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.